أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه التغطية المتواصلة والمباشرة من قناة المغاربية في لندن لهذه المأساة الإنسانية وهذا العار الإنساني الذي يعيشه العالم. عنوانه هذه المرة حلب، حلب التي قيل وكأنه راكو مرة أخرى على هذه المدينة. التقارير الميدانية تتحدث عن كارثة إنسانية، عن قتلى في الشوارع وعن استخدام روسيا ومن ولاها من نظام الأسد وأيضا ميليشيات مرتبطة بإيران وبحزب الله كما وصفوا. كل هذه القوى تستعمل أسلحة غير مسموح بها دوليا لقتل البشر في حلب. يتحدثون أيضا عن تقلص المساحة الجغرافية لتواجد مئات الألاف من المدنيين، والحديث الآن على 2 إلى 3 كيلومتر متواجد فيها مئات الألاف من المدنيين. آخر خبر للدفاع المدني يقول جحيم بالأحياء المحاصرة شرق حلب، وخبر أيضا لمظاهرات بمدن عربية وغربية تندد بالقتل والحصار في حلب. ما الذي يحدث بهذه المدينة ولماذا يحدث؟ ولماذا هذا الصمت الدولي؟ ولماذا هذا الصمت الإسلامي والصمت العربي؟ ونحن نتحدث عن منطقتنا المغاربية، ما الذي يحدث من 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 نواكشوط إلى الرباط إلى الجزائر إلى تونس إلى طرابلس إلى القاهرة؟ لماذا هذا الجبن؟ لماذا هذا التخاذل؟ لماذا لم يرتفع أي صوت شعبي أو نخبوي أو رسمي للتنديد على الأقل وهو أضعف الإيمان؟ نتحدث مع مجموعة من الضيوف من هذه المنطقة المغاربية لمحاولة فهم حالتنا التي وصلنا إليها. يقتل الأخ على المباشر في شاشاتنا ولا نتحرك، وربما قد يغير البعض منا القناة ويشاهد قناة أخرى فيها أمور أخرى. معي دكتور أبو يعرب المرزوقي الباحث والأكاديمي من تونس، ورحب بك دكتور. ما الذي حدث لنا حتى يبدو علينا البهتان وعدم القدرة على إبداء حتى التظاهر السلمي في الشارع للتنديد بما يحدث في حلب؟ دكتور أبو يعرب المرزوقي. نعم تفضل يا دكتور. أسألك، ما الذي حدث لهذه الأمة حتى تبقى جامدة أمام هذا الحدث الجلل، هذه المأساة الإنسانية في حلب ولا تتحرك؟ أنا لا أعتقد أن ما يحدث في حلب أمر جديد فيما يجري منذ 6 سنوات. نعم. ينبغي أن لا ننسى أن البعض في تونس كان مستعد لقتل 20,000 حتى يصد إرادة الشعب في التحرر. وأن ما جرى في العراق في مدن العراق لا يختلف عما يجري حاليا في حلب، وأن ما يجري في مدن اليمن وخاصة في عاصمة اليمن الثقافية منذ 2 سنوات من حرب على الشعب لا يختلف كثيرا. الفرق الوحيد هو أن في حلب هناك قوة عظمى لها القدرة على تحريف القانون الدولي وعلى استعمال الفيتو بدون أي حد وبدون أي اعتبار للقانون الدولي وللأخلاق. ولذلك فأني أعتقد أن ما يجري في حلب لا يفضح العرب وحدهم، وإنما هو يفضح الإنسانية كلها، لأن الإنسانية أصبحت في الحقيقة لا تؤمن إلا بالقوة تماما مثل التاريخ الطبيعي الذي لا يوجد فيه إلا القوي. تعودنا يعني حتى أضعف الإيمان وأنا أتحدث. ليست خاصة بنا. نعم. لا أقصد يعني كان أضعف الإيمان يعني أيام الغزو على الحرب على غزة، الحرب على جنوب لبنان 2006، كان هناك أضعف الإيمان، يعني كانت النخبة تخرج إلى الشارع على الأقل لكي تندد، كان الشعب يتحرك في هذه المنطقة المغربية، لكن لم نراه وكأنه عايشين في غيبوبة. نعم، ولكن عندئذ الحرب لم تكن بين الأنظمة والشعوب، كانت الأنظمة تنفس عن الشعوب بالمظاهرات ضد عدو أجنبي، أما وقد أصبح الأمر متعلقا بالأنظمة نفسها وببقائها رغم أنظمة الشعوب،
فإنها حولت حرب تحرير من الشعب، ليست حرب في الحقيقة، كانت مظاهرات وطلب بالحقوق والتحرير، حولتها إلى حرب أهلية، ثم اعتمدت على ميليشيات أجنبية وعلى قوة أجنبية خاصة روسيا. وطبعا دائما نجد وراء ذلك مؤامرات إيران وربما أيضا مؤامرات إسرائيل حتى ينشغل العرب ببعضهم البعض ولا يتفرغوا لتحقيق ثورة ديمقراطية سلمية تجعل العرب يعيشون عصرهم مثل غيرهم من الشعوب. هل هل هل, هل تم لذلك أنا لا أهوي مما يجري في حلب، بالعكس، ولكن أريد أن أقول إن الظاهرة عامة، يعني ما حصل في الفلوجة لا يخل بشاعة عما حدث في حلب، وما يحصل في الموصل حاليا لا يقل بشاعة عما يحصل في حلب، وما يحصل في مدينة في عاصمة اليمن الثقافية لا يقل بشاعة، وما كان سيحصل في تونس لما أرادوا أن يقضوا على 20,000 باعتراف شخصيات رسمية، يعني مدير نسمة قال هذا الكلام وسمعته بنفسي، إن البعض من ما يسمى باعتصام الذين نسميه اعتصام الروس بالبندق، قال بعضهم لا يهم ولو قتلنا 20,000. ثم ما حدث في مصر، يعني آلاف قتلوا في اعتصام سلمي في رابعة وفي الجامعة في مصر. هل يعني أن هناك تواطؤ عام يعني بين أنظمة وبين بعض النخبة الموالية لمغالطة الرأي العام، وبالتالي لا نجد أي تفاعل داخل هذه الشعوب بما حدث في الفلوجة أو ما حدث في غزة أو في اليمن واليوم في حلب؟ النخبة التي بيدها الحكم والتي بيدها أجهزة القوة للدولة هي التي تؤيد بشار حاليا وتؤيد حفتر وتؤيد السيسي، وتريد أن يحدث نفس الشيء في تونس وهو يحدث في اليمن ويحدث في ليبيا. ما حصل في بنغازي لا يقل خطورة عما يحصل الآن في حلب. الفرق الوحيد هو أن ما يحصل في حلب فيه قوة عظمى لها حق الفيتو، هي التي في نفس الوقت تتلاعب بالقانون وبالأحداث. طيب، ما يحدث في حلب هو فضيحة للإنسانية كلها وليس للعرب وحدهم. نعم، هو فضيحة للإنسانية كلها. طيب، سؤالي الأخير دكتور أبو يعرب، ما الذي يجب أن يحدث حتى يعني تتم خضخضة هذا الوعي الإسلامي والعربي والمغاربي لكي يثور سلميا ويقلب المعادلة لنخبة أقلية تمسك السلطة وتفعل به ما تفعل؟ لا، شوف، أولا أوروبا عاشت نفس الأحداث. نعم، وحدثت فيها مدن محيت من الأرض في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية. بالفعل، ينبغي أن نعلم أن ثمن الحرية غالي وغالي جدا. نعم، نحن اليوم العرب بدأنا ندخل التاريخ حقا، يعني ما يجري في حلب الآن لا يختلف عما جرى في مدن الاتحاد السوفيتي بين الاتحاد السوفيتي وهتلر، يعني نحن الآن ضحايا مثل غيرنا سابقا. وأعتقد أن الحرب الحقيقية، حرب التحرير العرب، تبدأ الآن في حلب وفي الموصل وفي المدن الأخرى وفي بنغازي وفي غيرها. الشعب العربي مهما قيل فيه لن يقبل بما يجري في حلب، وسيكون أول ضحايا ما جرى في حلب هؤلاء النخب العملاء الذين يرون أنه يمكن أن نقضي على 20,000 تونسي حتى يحكمهم رغم إرادة الشعب. ونفس الشيء حدث في مصر في رابعة، قضوا في يوم واحد على 4,000 حتى يحكم عميل لإسرائيل. وهذا ينبغي واضح. ينبغي أن يصبح درس للأمة. الجزائر استعمرت قرن ونصف، قرن وثلث القرن، ومع ذلك شعبها حررها. وهذا الكلام هو الذي ينبغي أن يقال وأن يعطى
الأمل لهذه الشعوب. أشكرك جزيل الشكر دكتور أبو يعرب المرزوقي الباحث الأكاديمي. مشاهدينا الأعزاء يمكنكم التواصل معنا لإبداء آرائكم أنتم كمواطنين في هذه المنطقة المغاربية أو أينما كنتم في هذا العالم العربي أو الإسلامي. أريد أن أسمع منك أستاذ هشام الشلادي عضو الائتلاف المغربي للتضامن عن قضية التلاعب بوعي هذه الشعوب وعدم مقدرتها على أن تنفض على ظهرها غبار هذا التلاعب وأن تساند إخوة لهم في حلب أو في منطقة أخرى من هذا العالم العربي المنكسر. نعم أستاذ هشام. طيب هو نفس السؤال للشيخ سعد بو الكاتب الصحفي معي أيضا عبر الهاتف من نواكشوط. ما الذي يجب أن يحدث حتى يتحرك هذا الوعي العربي والمغاربي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أعتقد أن ما يجري في مدينة حلب اليوم من مجازر في الحقيقة ينتهي لها الجبين، ومن قتل مروع بطريقة وحشية أصبحت صور يعني للدمار والأشلاء والقتلى تعج بها شاشات التلفزيون، وكأن الضمير الإنساني والعالمي أصبح مخدرا وأصبح مغيبا لا يتفاعل مع مثل هذه الأحداث المؤلمة. ما الذي يجب أن يحدث حتى يتحرك العرب كما تفضلت في السؤال؟ أعتقد أنه من الناحية الإنسانية ومن ناحية المبررات ليس بالإمكان أشنع وأفظع مما كان في حلب حتى يتحرك الضمير العربي والإنساني، لكن الشعوب العربية في كثير من الأحيان مغلوبة على أمرها. نتحدث هنا عن موريتانيا كما تعلم، أولا فقط ربما هذا خبر يعني أعطيه لكم، تمت دعوات ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية دعوات في موريتانيا تدعو للتظاهر تضامنا مع المدنيين في حلب. هذا بشكل رسمي، هناك هيئات في المجتمع المدني دعت لتظاهرات في نواكشوط تضامن مع حلب. وموريتانيا كما تعلم ترأس القمة العربية على مستوى يعني على مستوى القمة، والموقف الموريتاني رسميا حتى الآن ليست هناك بيانات ولا تصريحات من المستجدات الأخيرة في حلب، لكن من الناحية الشعبية أعتقد أن الشعب الموريتاني كان دائما سباقا للظهور ولتسجيل مواقفه في التضامن مع الضحايا المدنيين أينما وجدوا سواء في فلسطين. ما هي القراءات يعني ما هي القراءات الإعلامية لهذا التواطؤ؟ يعني لم يعد مقبولا أن نقول شبه التواطؤ، هو تواطؤ من أنظمة في المنطقة المغاربية مع نظام الأسد ودعمها لهذا القتل الروسي الإيراني حزب الله والنظام نظام بشار الأسد. ما هي القراءة لاستمرار هذا التواطؤ؟ الفاضل أعتقد أن القراءة الوحيدة هي أن الأنظمة العربية والمغاربية تحديدا هي في النهاية هي جزء من كل، جزء من موقف دولي يعني متواطئ ومتخاذل على قلب. الأنظمة العربية لم تكن في يوم من الأيام على الأقل يعني خلال السنوات التي عشناها لم تكن يوما تأخذ انسمام المبادرة ولم تكن تتخذ مواقف حاسمة في دعم الشعوبي في أي بلد عربي، وإنما كانت دائما تنساق خلف ضغوط غربية ودولية في هذا المجال. أما وأن القوى العالمية سواء على مستوى الأمم المتحدة وغيرها يعني متواطئة ومتخاذلة ومتورطة في هذه الجريمة التي تجري في حلب إما بشكل مباشر وغير مباشر، فإن الأنظمة العربية في الغالب أصلا لا تعير كبير اهتمام ولا تعير أي وزن لشعوبها ولا إلى موقفها ولا رغبتها، ومن ناحية أخرى لا تجد أي ضغط من قوى خارجية لتتحرك، بل تجد صمتا دوليا فأصبحت الأنظمة تساير الموقف الدولي من هذه المأساة. طيب شيخ سعد، سؤال أخير مرتبط بما تفضلت به، يعني ما الذي يجب أن يحدث إذن كم مجزرة يجب أن تحدث في حلب أو غيرها لكي يتحرك هذا الوعي العربي ويتحرك شيء في هذا المجتمع في هذه المجتمعات المغاربية والعربية؟ نعم،
قلت لك يجب في الحقيقة من ناحية المبررات، كل المبررات متوفرة الآن لكي يزور العرب وخاصة الشعوب للتعبير عن التضامن مع ما يجري من قتل ويعني تنكير في مدينة حلب. لكن السؤال المطروح، ما الذي بإمكان الشعوب العربية أن تفعله؟ يعني في كثير من البلدان العربية تحركت هذه الشعوب في مصر وفي غيرها، لكنها تتعرض لقمع وحشي لا يراعي أبسط الحقوق، أو أنظمة عربية مستعدة لإبادة عشرات الآلاف من مواطنيها. نعم، لكن يبقى أنه هي جولة كما قال كثير من المؤرخين، هي جولة من جولات الثورات تأخذها الشعوب على مدار هذا التاريخ. وشاهدنا الثورة الفرنسية يعني لم تستقم لها يعني القائمة إلى بعد 70 سنة بين ثورة وثورة مضادة. ما قامت به هذه الشعوب العربية كما قلت، يعني كما قال الكثير من الذين أرخوا لهذه الثورة الفتية، لهذه الثورات الفتية، أنها جولة من جولات الثورات المستمرة. أشكرك جزيل الشكر الشيخ سعد بو الكاتب والصحفي من نواكشوط. أستاذ هشام شولادي عضو الائتلاف المغربي للتضامن، أنت معي عبر الهاتف من الدار البيضاء. هل أصبح جائزا أن نستمر في مقولة أن الشعوب العربية والمغاربية هي شعوب مغلوبة على أمرها وبالتالي لا يجوز محاسبتها؟ سيدي، بطبيعة الحال الشعوب العربية اليوم هي مسؤولة قبل أي وقت مضى على أن تقول كلمتها. الربيع العربي كسر حاجز الخوف، الربيع العربي أخرج هذه الأمة كي تنادي بالقيم الكبرى للعدالة والحرية الاجتماعية. الربيع العربي علمنا على أن الشباب بإمكانهم على أن يفعلوا المستحيل والذي لا يمكن أبدا أن يتصوره أحد. المغرب أخي وإن كان في غرب العالم العربي وأقصاه، كان دائما وأبدا في قلبي معاناة أمتنا العربية، واقفا في كل وقت وحين مع نضالاتها، مهتما بآلامها وآمالها. وقفنا مع فلسطين عقودا وعقودا، ونظمنا مسيرات تلو المسيرات مليونية كانت وغيرها، ومع الشعب السوري في بدء الثورة السورية عبر المغاربة عن نضج جميل جدا. زار الحدود السورية التركية وفد مغربي يضم ائتلافات متعددة وتنظيمات مختلفة، جمعنا دعما عينيا من جيوب بناتنا وأبنائنا وشبابنا وشاباتنا، قدمناه للشعب السوري في اللاجئ في تركيا. واليوم المغرب على مدار 4 سنوات في الثورة السورية، المغرب نظمت العديد من الفعاليات، آخرها بل ليس آخرها وإنما من أشكالها مسيرة كانت حاشدة في البيضاء، نظمها الائتلاف المغربي للتضامن ودعت له كذلك الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة. واليوم سيدي، اليوم بعدما رأينا جميعا وتابعنا جميعا ما يقع، بدأت الآن الاتصالات إن شاء الله تعالى غدا بمدينة البيضاء، البيضاويون أكبر مدينة اقتصادية في المغرب يضربون موعدا على الساعة 7 مساء للتنديد بما يقع في حلب. جميل. للتنديد بما يقع في سوريا. جميل. ما الذي هو منتظر من نخبة واعية سواء في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في ليبيا أو في موريتانيا لكي تفعله؟ يعني ما الذي يمكن أن تنتجه من أفكار لكي تخلق التضامن الشعبي وتضغط على أنظمة متواطئة مع نظام بشار الأسد؟ أكيد سيدي، اليوم التحدي مطروح أمام نخبنا العربية التي تترك اختلافاتها الإيديولوجية. نحن اليوم لا ندافع عن موقف معين في الثورة السورية، ولكن ندافع عن الرجل السوري، عن المرأة السورية، عن الطفل السوري، عن الدم السوري، عن شعب أعزل. نحن أمام إبادة حقيقية. بطبيعة الحال النخب مساءلة، وبطبيعة الحال أخي الشباب الوطني العربي اليوم هو مساءل كما أبدع ويبدع. جميل. في أشكال متعددة في قضايا خاصة، اليوم شبابنا العربي مدعوون لكي يبدع. بطبيعة الحال القرار السياسي ليس بأيدينا، ولكن بأيدينا وسائل التواصل الاجتماعي، بأيدينا أناملنا، بأيدينا إبداعنا، بأيدينا فننا، بأيدينا ما نملك من قدرات سوف نعبئها إن شاء الله تعالى لكي نتضامن مع إخواننا وأخواتنا. هذا التاريخ شاهد اليوم لنا أو علينا. بطبيعة الحال أكرر، القرار السياسي ليس
بأيدينا. لن نسائل اليوم المنتظم الدولي، عودتنا أمريكا وعودتنا روسيا وعودونا كذلك على أن يخذلوننا في أوقات الصعبة، عودونا على أن يتبادلوا الأدوار علينا، ولكن عودتنا شعوبنا العربية على أنها تقف قوية متماسكة في أيام المحن. طيب ابقى معي سيد هشام، ابقى معي لحظة، أريد يعني أن نستقبل بعض المكالمات التي تأتينا من المنطقة المغاربية، مواطنون يريدون أن يشاركوا في هذه التغطية لكي يعني يعطونا تصورهم على وضعنا هذا المهين، نحن كشعوب مغاربية وشعوب عربية. معي حسن رضواني من تونس، حسن اتصل بنا وهو أعتقد برلماني تونسي، تفضل حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول أولا أن هذه نهاية جولة وليس نهاية الحرب. نعم. وثانيا أقول للنخبة في بعض وسائل الإعلام الثورجية التي تساند نظام بشار الأسد، أقول لهم كيف سيتمكن من حكم سوريا فوق الأشلاء؟ هل هناك عاقل يقبل هذا؟ أولا هو سيحكم سوريا فوق الأشلاء، وثانيا هو ببساطة عميل للروس والإيرانيين. هل أن من يحتمي بالأجانب سيعمر طويلا في الحكم؟ وثانيا ماذا يقولون في النساء الذي اغتصبنا هذا اليوم من طرف جنود النظام؟ هل لهم أخلاق الناس هذوما؟ أقول أن الثورة السورية هي ثورة سلمية نادت بالديمقراطية، لكن أجهضها النظام بالرصاص. نعم شكرا، يعني مليح هذا التوضيح، لأنه الكثير غفلوا عنها ويعتقدون بأنها ثورة مسلحة من الأول، لأنه هناك كذب وتضليل إعلامي خطير. شكرا لك سيد حسن رضواني البرلماني التونسي، يعني كلمتنا من تونس. بن عبد الله من الجزائر، تفضل بن عبد الله. شكرا جزيلا. والله يا أخي الكريم، أنا يعني في جملة جملتين يعني ما عجبني الحال، ويعني هنا المواطنين العرب يعني لا حول ولا قوة لهم، يعني المشكل الحكومات العربية، يعني هي اللي ما راحش تتحرك. ونظن المشكل السوري يعني هو شوية يعني في إلي كومبليكي. علاش يا أخي؟ باسكو راه كاين جيش مع جيش، راه كاين جنرالات مع جنرالات، والله يطفي نارهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. شكرا جزيلا أخي. طيب شكرا بن عبد الله من الجزائر، وإن كان بعض الجمل أنا يعني ما فهمتهاش واش تقصد بها، نخليوها جمل معلقة يعني حتى ما لا أقرها. عاشور من عين توتة من الجزائر، تفضل عاشور. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا أخي، هذا المسك نتاع سوريا. نعم سوريا. أي أخي لكم بالقضية نتاع سوريا. أي نعم بارك الله فيك. يعني اسمحني برك، أنا راح نجيس واحد العباد بس ما تقطعنيش برك. تفضل. الحرب ما هوش بين الجور والمسلمين. أي. الحرب راهو بين العرب والمسلمين. اللي العرب ما يكرهوا الدين الإسلام ويدخلوا باسم الإسلام، وهم الحكام. أعطني حاكم عربي يقول أنا عربي هو مسلم، ما كانش منها. الإنسان اللي يروح يجيب الروس ويقتل الشعب نتاعو ويكمم الشعب نتاعو وليس كلمة الحق يقتلو، واللي يقول على كلمة رب العالمين والله يقول لك قال الرسول يقتلو، اللي قال الشريعة يقتلو، هذا وشن هو؟ هذهم هما المنافقين أشد كفر ونساء. واسمح لي يا أخي ما تقطعنيش برك. لا أنا الله غالب يا عاشور، فرصة أخرى، لكن فيه المكالمات كثيرة، الفكرة تاعك راهي وصلت، وأنا نشكرك جزيل الشكر. عاشور من عين توتة الجزائر. معي العويس من أم البواقي. السلام عليكم. من الجزائر، شرق الجزائر. السلام ورحمة الله. يا شيخ سليم، راني سمعت واحد الهضرة ما عرف صح ما عرف خطأ، لا عدد من عرف الصحيحة دوك تسمعها دوك تفهم. شوف هذا في الأسد هذا راك معايا. أي أنا معاك. فيما يقال أنه القذافي أنه كان النقمة تاعو الناجع مش الأسد. دوكي تاعو الرسم تاعو الناجع. والقذافي هذا هو اللي كتبوا الأسد. كما سمعت. أي نعم. لا عندك معلومات تقول لنا.
والله نهضر معاك سيريوزمون. نعم. نقمتو النعجة، الراس نتاعو النعجة، هاك تشوف النعجة واش دارت في الشعب نتاعها. بالفعل يعني عويس نشكرك من أم الباقي الجزائر. أستاذ هشام أعود إليك بسؤال، بسؤال ربما ومحور، محور أخير، تعليقات حول بعض النخبة التي تساند أنظمة في المنطقة المغاربية وأيضا في المنطقة العربية وتساند هذا النظام يعني، وتعتقد بأنه المجازر اللي ارتكبها بشار الأسد وبوتين وجماعة إيران وحزب الله هي في إطار مكافحة الإرهاب في النهاية، ويحاولون إقناع الرأي العام العربي والمغاربي بذلك. أخي في الله، بطبيعة الحال نحن حاولنا في أي في العديد من الأوقات على أن نقول لهذه النخب سواء داخل الوطن داخل المغرب أو خارجه على أن نميز ما بين الموقف السياسي وما بين الموقف الإنساني. قد نختلف سياسيا حول نظرتنا لموضوع معين، قد نختلف حول تقديرنا لموقف معين من معارضة أو من موالاة وغيرها، ولكن يجب أن نتفق جميعا على أن الدم دم وعلى أن الإنسان إنسان سواء أكان في الوطن العربي أو في غير الوطن العربي. لا. لقد تضامن الوطن العربي مع أحداث مؤلمة وقعت في أوروبا ووقعت في أمريكا ووقعت في العديد من الدول. لا. وقلنا نحن ضد الإرهاب، ولكن لما وصلنا إلى المشهد السوري قلنا لابد أن تبقى المعادلة قائمة، نحن مع الإنسان اليوم، ليست المعارضة اليوم هي المستهدفة في حلب، الحضارة مستهدفة، المرأة الحلبية مستهدفة، الشيخ الحلبي مستهدف، الاغتصابات والإعدامات التي لا تتصل ابدا باي خلاف سياسي بقدر ما هي جرائم حرب، بقدر ما هي جرائم ضد الانسانيه. بطبيعه الحال نحن قدمنا على ان يبقى النقاش اخويا، وفي اتصالنا اليوم وقبل اليوم مع هذه النخب ومع العديد من التيارات السياسيه قلنا يجب ان نقدم الانسان فوق كل شيء، وان نقدم الاعتبار الانساني فوق كل شيء. وفرحنا كثيرا اخي في المغرب، فرحنا كثيرا على أن هذا النداء قد وصل إلى أكبر نسبة من التجاوب، وبدليل على أنه غدا إن شاء الله تعالى إذا زرت البيضاء سوف تجد الإسلامي والقومي واليساري. سنتابع، نعم سنتابع تحركات الشارع المغاربي والعربي في تغطيتنا القادمة، سنراقب ما الذي سيحدث في الدار البيضاء وعاصمة مغاربية أخرى. أشكرك جزيل الشكر سيد هشام شولادي عضو الائتلاف المغربي للتضامن. أستمر في استقبال مكالمتكم مشاهدية الأعزاء، معي عبد الرحيم من فرنسا. نعم السلام عليكم أخي. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. يا أخي والله هذا شيء يدمي القلب، يعني يدمي القلب. الدم المؤمن، الدم المسلم أهون من حطام الكعبة. يعني أنا أطلب الشعوب المغرب العربي، الشعوب المغرب يتحركوا، لا تشوفوا الحكمكم، شوفوا هذه الناس اللي كيدبحوهم، 82 مرأة والأطفال يدبحوهم أي أمس. يا مسلمين، يا مسلمين رابغوا يفرقونا كما داروا هنا في الأندلس، كما فرقونا في الأندلس فرق تسود، رغم داو كيفرقوا في العالم العربي. فوقوا يا شعوب من الكلبة، فوقوا من النعسة، من فوقوا يا الدول العربية. أنا مغربي، أنا راني مسلم وراني عربي. فوقوا يا العالم العربي، شمال إفريقيا، توحدوا الدول بحكمكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لك عبد الرحيم من فرنسا. فعلا الموقف في حلب كما قال يعني ضيفي السابق يشبه كثير من المواقف يعني كان صارت في الفلوجة وفي غزة، جنوب لبنان، في اليمن وفي مناطق أخرى، مآسي تعيشها هذه الأمة. لكن يبقى دائما الأمل كما قال ضيفي الآخر بأنها جولات فقط من ثورات لشعوب تريد أن تتحرر من أنظمة مغتصبة للحق ومتواطئة مع الأجنبي. معي فضيل من بسكرة، تفضل يا فضيل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي سليم. السلام ورحمة الله، تفضل يا فضيل. لك وللمتتبعين المغاربية من الجزائر والمغرب العربي ككل بإذن الله إن شاء الله. لا. يعني بالنسبة للموضوع يعني مأساة حلب، يعني مأساة الأمة العربية ككل، يعني شموليا احنا رانا نتأسفوا لهذا الشيء، ولكن دائما نتفائلوا. يسمى المرجع ومربط الفرس يعني في هذا التغيير، ربما يعني الضحايا هذو
قضاء وقدر الله يعني كان نجمو نفسروها بطريقة واحدة أخرى، أنه يعني كان في الحروب أخطاء، ولكن هذه أنا ربما نشوفها من زاوية أخرى، إن الانطلاقة إن شاء الله للصحوة الاعتدال في الدين. وحنا يعني الأشقاء نتاعنا في سوريا راهم يعانيو، وما نساوش ثاني الأشقاء اللي بالجوار تاعنا ليبيا راهم في نفس القوقعة، وإنما يعني باش نأيدوا ولا نكونوا ضد هذه نتركوها يعني للأيام. وحنا وشي هو التدخل تاعنا من المغرب العربي، أنه باش ما نغلطوش الغلطات ربما من جانب حقوق الإنسان والأمور هذه اللي خلت العالم العربي ربما ينسى الثوابت نتاعو المرتبطه باخوانه العرب في الشرق الاوسط. وحنا يعني من الدعاة للسلام يعني هذه. نعم. شكرا شكرا يعني يا فضيل، شكرا يا فضيل، لكن نبقى دائما نتذكر بانه ما حدث في سوريا كان ثوره بسيطه جدا، ومطالبها كانت بسيطه جدا، يعني كانوا يطالبوا بحريه وكانوا يعيطوا في الطرقات حريه حريه، لكن نظام بشار ما يامنش بهذه الافكار، وكان عنده حل واحد وهذا هو المتوقع منه، انه يقنبلهم بالاسلحه المحرمه. معي قدور من غردية، تفضل يا قدور. قدور فقدنا. عمر من الدار البيضاء، تفضل يا عمر. نعم سيدي، بغيت نقول لك الجزائر ومصر هي اللي دارت العكاله، لان مصر من جهه السوريين ومن جهه كل شيء، سمعتي هي يعني الانظمه، تحكي على الانظمه يعني. اي الجزائر ومصر. يعني النظام وليس الشعب كل. لا ماشي الشعب، لا أي طبعا النظام يعني. النظام. وموريتانيا كتخاف من الجزائر وكتخاف من البوليزاريو، حتى هي احسن عام، صحتي كاع في حقها. هادشي اللي كاين. طيب شكرا يا عمر من الدار البيضاء. معي بن عمو من المغرب. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي هادشي مؤسف اللي كيتعمل في سوريا. نعم. يا اخي يقوموا الاخوان العرب يقوموا يديروا يد وحده، راه حنا هاد السكت ديالنا راه ممكن نحققوا اسرائيل الكبرى، الحلم ديال اسرائيل حنا كنحققوا بالسكت ديالنا، شيء لا يعقل، شيء لا يعقل. حنا كنتفرجوا في سوريا انها كتموت، والعراق انها كتموت، ومصر هي غدا في الطريق، وكذلك بتخطيط اسرائيلي، ونحن نساعدهم بالصمت. كيف يعقل؟ كيف يعقل؟ كيف يعقل هذا ونحن نرى ونسكت؟ وهذا سؤال انا نفتشوا له على الاجابه. شكرا على ترديد هذا السؤال ابن عمو من المغرب. معي اخر متصل من فرنسا، محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا شو انا حق القلب تاع القطع نقول صح. صحيح. هذه قاعده تخطيط تغطيط الصهاين واوروبا ينادي بحقوق الانسان، وراه مشوا هذه الحقوق انا فخرسونا من تبدا في 5 سنين. هذا حقوق الإنسان، ورا حقوق الإنسان. أي أنا كنت في الرسالة يقولك في النساء يقولك في الرجال، لازم الشعوب العربية تتطهر. نعم فضل هذا اليوم سوريا غدوة حماية جزائرية غدوة كوري، قالك شمعك فينال تلحق لنا، هذا تخطيط صهيوني أوروبي وأمريكي وروسي ضد الشعوب ضد السنة، هذه ضد السنة، نعاودها ضد السنة ضد السنة ضد السنة، هذه حرب فردية ضد السنة، أنا قلت فينا يجب أن نقوم ضد السنة، لازم الشعوب يفرقوا، لازم يتحدوا، لأن الله محمد رسول الله، ربي ينصركم، ربي ينصركم، ما تخافوش الموت، الموت يموت كل واحد مزيج وجه. والسلام عليكم. وعليكم السلام محمد، شكرا على اتصالك محمد، مواطن جزائري من فرنسا. آخر اتصال في هذه الفقرة، مشاهدي الأعزاء، التغطية من قناة المغاربية ومباشرة هي مستمرة لأحداث حلب، هذه الأحداث المأساوية، وستتابعون مع فقراتنا القادمة المزيد من الأخبار، المزيد من التحليلات من خبراء ومحللين وأصحاب رأي، وأيضا اتصالات من مواطنين في الفقرة الأخيرة برنامج صدى الشارع. إذن ابقوا معنا مشاهدي الأعزاء، التغطية مستمرة، ألقاكم إن شاء الله في فقرات أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.